خلاص ثبتها بقى على الارض. هتفضل واقف كده. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. انا اسف جدا على التاخير وبعتذر لكم اعتذارات متكرره كتيره جدا يعني، وكله منك انت. وسعيد جدا ان انا باتي المره الثالثه لانطاكيا، وكل مره باجي بجد وجوه جديده كلها حريصه على انها تنقل الخبره ونتعلم منها. احنا ان شاء الله هنكون النهارده الكلام اللي انا كاتبه ده كتبته امس في الطياره، المره الثانيه او يكتب فكره في الاول لكبار السن المتقاعدين، فكتبت لكبار السن المتقاعدين 12 صفحه. جات لي رساله ثانيه قالوا اكتب نداء للقاده، وانا قاعد في الطياره امبارح، وانا قاعد معاكم في الطياره من اسطنبول لغزة عنتاب كتبت 3-4 صفحات، فالبنات حطوها عندي مع فرق التوقيت عشان نكون لكم بالنسبه لنا ايه يعني شيء، انا يعني مشاعر اكتر من انها محاضره يعني. المهم صوت مظبوط ولا مش مظبوط؟ السلام عليكم. كنت كده كويس. ف انا ليه جايب معايا، تعالي اقف هنا يا ايه، مش آية، آية دي من بناتكم انتوا تدرس في قنية، قنية ولا فين يا تعالي يا إسراء؟ لأن المرأة في المجتمع المسلم ليها دور من أول يوم يتمثل. طبعا انت هم بنات يعتبروا من بناتي صح؟ علشان يتعلموا منكم اللي مش عارفين يتعلموه من ثقافة وقيم وأخلاقيات في الغرب، زي ما أخونا رشدي قال ان هم مولودين في ايطاليا واسبانيا، فاحنا جايين برضك عشان من خلال اعمامهم وخلانهم وابائهم واخوانهم واخواتهم وخالاتهم وعماتهم يتعلموا ثقافه اخرى. شكرا على ان انتم سمحتوا لي ان انا ارافقكم. اتفضلوا. اليوم التحدي اللي هو اللي انا حطيته الاول على الطاوله هو ازاي يكون لينا لبناتنا ونسائنا واخواتنا دور مهم في بناء المجتمعات بغض النظر عن المجال اللي بيشتغلوا فيه. احنا نؤهل وهم ينطلقوا، نقيم القيم والاخلاق وهم يتمثلوا بها وينطلقوا في المجتمع. وده كانت اللي بتعمله السيده خديجه رضي الله عنها من اول يوم، ها، في مساعدة ومؤازرة الرسول صلى الله عليه وسلم في الدعوة بكل ما أوتيت من مال وقوة وجاه وسلطان إلى آخره إلى آخره. المحاضرة اليوم ما هي مش محاضرة طبعا، الفكرة اليوم هو نداء زي ما قالوا. في حد بيحرك ال احنا بننادي عليكم، انتم قادة مجتمعيين. هي مجموعة من الأسئلة لأن أنا ما استطعش إن أنا أحاضر قامات كأمثالكم. بننادي على القادة اللي بيتبعوا أي مركز، أي مركز في التعليم، في الصحة، في السياسة، في الاقتصاد، في الزراعة، في المياه، في التربية إلى آخره. وبيعلنوا عن نفسهم تحمل مسؤولية، أنا لها. أنا لها. أنا لها. الفردية لأبناء الشعب. يعني في أحد الزعماء رد عليه الشيخ الشعراوي أو الشيخ الغزالي، لا أتذكر، قال أنا بأكل مش عارف كم مليون. قال له أنت ما بتأكلش حد، ربنا بيأكلك وبيأكلهم وأنت بس أداة بدون ذكر الناس يعني عشان ما حدش يزعل. لا 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 قبلها خد بالك. وبيلزموا انفسهم في الحملات الانتخابيه سواء كان على مستوى جمعيه او على مستوى شركه او على مستوى وزاره او سياسه باهداف لن تتحقق. لن تتحقق. بالك؟ وخطط واحلام بيقعدوا يشوفوا مش هيحققوها. لما ينجحوا يبقى كان فعل ماضي ما نسيبه في حاله، والماضي واحنا مالنا وماله. صح؟ عشنا احنا الدور ده كله
في خلال العشريات اللي فات، سواء كان في القرن هذا أو في القرن الماضي على حسب ما أنا اتولدت في القرن الماضي. فإحنا هنخش معاكم في مداخلة في كذا محور، ولكم الحق أنكم تتكلموا في كل نقطة فيها، لأن أنا زي ما قلت أنا لست أعلم منكم في أي شيء. واضح؟ سواء كان النساء، صباح الخير يا أخت أمر، اسمها أمر ولا إيه؟ يا أم سلطان، من هم القادة المجتمعيين؟ بتحدث عنه لو حد عايز يقول تعريف القادة المجتمعي هو مين أو هي مين؟ حد يعرف يعرف القادة المجتمعيين؟ أنا شوف مش هتكلم، أنا قعدت حاطط أفكار ونقط عشان نفكر إن إحنا نعمل قادة مجتمعيين. مين هو القائد المجتمعي؟ يتكلموا. أيوة كشافة، شخص مؤثر. شخص مؤثر ده تعريف. ها تفضل. الشخص اللي بيتصدر ليتحمل مسؤولية. الشخص اللي بيتصدر ليتحمل مسؤولية. في حد تعريف تاني؟ من كان له بصمة أو أثر. جميل، يعني مؤثر، بصمة وأثر. ها تفضل. يعني يكون معايش مع الناس. معايش مع الناس. شوفوا كل دي جزء من التعريف على بعضها، تعريف جميل جدا. ها صاحب فكرة. صاحب فكرة. تفضل. قدوي. بسم الله، بص لي كده عشان اخد صورة معاك. خلاص خدت وشك. قدوة جميلة جدا. لديه القدرة على إدارة الأزمات وإدارة المجتمع. يعني كيف إن أنا تفضل الكشافة يعني ثائرة. تفضل يا كشافة. عنده شخص عنده قدرة على قيادة جهة ما نحو هدف معين. بسم الله ما شاء الله، أنت مذاكر بقى أكيد. يلا بسم الله ما شاء الله. حد تاني؟ دي كلها جزء. كل ده صح، كل ده صح، ما فيش حاجة فيها غلط، وكل ده بيكمل تعريف كامل لمن هو القائد المجتمعي. زي كان حطيت محاور احنا نضعها يا اخ رشدي لما تيجي تفرغ الكلام ده، ها تحول الورقه مكتوبه وتبعته للشباب كلهم. ايه مسؤولياته؟ سواء كانت امراه زي ما اتكلمت في دور السيده خديجه رضي الله عنها، او رجل، او دور السيده عائشه، او دور الخنساء، او دور النساء كثيرات، او دور الاخوات السوريات اللي اصبحوا أرامل ويتحملوا مسؤولية 4 أو 5 أو 6 أطفال وهم دون 30 من عمرهم. شفتهم أنا في غزة عنتاب ما كنتش بقدر أنام، لأن يعني في حاجات اجتماعية، في حاجات نفسية، في حاجات جسدية، وفي حاجات اقتصادية. وبنت عندها 26 أو 25 أو 27 سنة بتحمل، ده دور وأصبحت هي مسؤولة. ها فاصبح للمراه دور كبير جدا تقوم به. ايه مسؤوليه القائد المجتمعي؟ حد يقول؟ انا جاي هنا عشان انكشكم. انكشكم باللغه السوريه تمشي؟ ها؟ احبسكم وخربشكم. تفضلوا. ايه دورهم؟ تفضل. نشر الوعي. نشر الوعي. حمايه المجتمع. حمايه المجتمع. تحمل المسؤوليه اللي وكلت اللي هم قالوا عليها قبل كده. تحمل مسؤولية. الأخت عايز ترفع إيدها؟ لا. مين؟ اتفضل. توجيه الطاقات. إيه؟ توجيه الطاقات. توجيه الطاقات، مهم جدا توجيه الطاقات. بحد تاني؟ اتفضل. توضيح الهدف. توضيح الهدف وتحقيق الهدف. إيجاد مشاكل، إيجاد حلول المشاكل. وإيجاد مشاكل برضه مفيش مشكلة عشان ما أزعلكش. إيجاد حلول المشاكل. إيجاد حلول المشاكل. حد تاني؟ ده كل دي جزء من الدور المفروض هم يقولوا بيه. جزء من الدور. يعني احنا دلوقتي بنحط نقاط علشان نأطر لخريطة عمل. بننادي عليكم وانتم قادة مجتمعين. دي النقطة الثانية والمحور الثاني. الثالثة، كيف يصبح هؤلاء القادة قادة؟ وايه خصائص شخصية القادة المجتمعين؟ يعني انت قلتوا بعض الخصائص الشخصية. انا ليه هقول على شيخنا هنا هو انه قائد؟ أو على أن أختنا أنها قائدة، أو على أخونا أنه قائد، ليه حقول عليه؟ في إيه بيعمله؟ أنا ما بعملوش. التضحية والإخلاص. التضحية والإخلاص. مبادر. تفضل. الإحساس بالمسؤولية. شوف الثلاث نقاط دول
حطوهم يعني. كان عندي محاضره اسمها 63 سؤال لاي مسؤول قبل ما نقول عليه او قبل ما نحكم عليه. يا ايها الذين امنوا اذا جاءكم بفاسقكم بنبأ فتبينوا قبل ان تصيبوا قوما بجهاله فاصبحوا عن فعلتم نديم. حتى لو كان الراجل ده شايف انت كذا 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 كرئيس او كوزير او الى اخره، لابد نشوف نسال الاسئله دي كلها. 63 سؤال حطيتهم في الاقتصاد وفي السياسه وفي الاجتماع وفي الحريات اللي هي المدنيه. يعني زي انا بقول حريات مدنيه وكل سنه ببني سجن او سجنين واقول لك انا انت هدخلك في سجن 7 نجوم، انت شكلك حلو كده عينك خضرة وانت عينك سودا، سجن نص مفيش نجمه ولا نجمه خالص. فرحان؟ عينك مش هتشوف الشمس ابدا ولا شمس خالص. فانا بنجم ها؟ فدي الحريات الشخصيه. مفيش ابداع في اي وطن بدون حريه شخصيه. انسى. انسوا خالص. كل شيء في الفن، في الادب، في الفقه، تجديد في الفقه، في الشريعه الى اخره، في العلوم، في التربيه، مفيش في الصناعه، في الزراعه، مش ممكن. لان كل واحد فينا يبقى ماشي وخايف من ايه؟ من ظله. صح؟ كل واحد ماشي وخايف ان واحد يجي يمسك التليفون بتاعه ويشوف فيه ايه ويكلم مين امبارح وما كلمش مين امبارح وبعدين ياخده على ايه؟ على السجن بتاعك انت. انت سجنك انت زي الفل. ايه تاني؟ ليه انت قائد مجتمعي؟ ايه خصائص القائد المجتمعي؟ ايه الخصائص القائد المجتمعي؟ اتفضلوا يا شباب، الشابات اللي قاعدين ورا لازم يتكلموا. تتكلموا انت كمان، تجيب من يعني يكون متصف بالصبر والحكمه والتروي. الصبر والحكمه والتروي، بسم الله ما شاء الله، جزاك الله خير. جزاك الله خير، اتفضل. التضحيه. جزاكم الله خير. يعني في مجموعه من الصفات لابد انها تكون موجوده عندنا احنا. اجتماعي منفتح، يعني منعزالي. زي السيده خديجه لما وصفت الرسول صلى الله عليه وسلم في القول الماثور اللي هي قالت فيه بعد ان انزل اليها عليه القران، وكان جاي راجع يقول دثريني دثريني دثريني، قالت له والله ان الله لن يخزيك ابدا، انك تقري الضيف وتحمل الكل وتعين على مصائب الدهر وتعاون المحتاج وترسل الرحم. 5 صفات في قائد مجتمعي قبل أن يوحى إليه كان بيقوم بها المصطفى صلى الله عليه وسلم، والتي شهدت له في ذلك الوقت. كانت امرأة لا خرجت من جامعة دمشق ولا جامعة حلب ولا جامعة دير الزور ولا جامعة باريس ولا لندن ولا أي حاجة، كانت امرأة بسم الله ما شاء الله، هي أمنا كلنا رضي الله عنها وأرضاها. طب دي من خصائص شخصية القائد المجتمعي. مين اللي هيعملهم قادة؟ مين اللي هينصبني انا؟ انا دلوقتي ايه؟ عايز ابقى رئيس جمهوريه. هنط على الكرسي كده؟ هوصل ازاي؟ من ينصبنا قاده على المجتمع؟ ها؟ من يحتاج الى المواهب اللي عندك ينصبك قاده. يعني المجتمع. المجتمع. طب مين تاني؟ ليس كل المجتمع، قد هناك من يحاربك. في بعض الناس بتبقى قياده منتقاه في مجالس معينه، في قياده عامه، مظبوط، اتفضل. الرموز واهل الاختصاص. اه زيه بالظبط، الرموز واهل الاختصاص. اشيروا علينا ايها الايه؟ الناس. مين تاني؟ انت مين اللي هيعملك يحطك في الظروف؟ الظروف ممكن. تعرف الظروف ممكن ليه؟ اتفضل. الكفاءة والقدرة على إدارة المشكلة. الكفاءة والقدرة. الظروف ليه؟ لأن مش كل واحد بيستطيع أن يتصدى لموقف خطر. مش كل واحد صاحب كلام هو صاحب فعل. مش كل واحد صاحب فعل هو صاحب انجاز. مش كل واحد صاحب انجاز صاحب تغيير. مش كل واحد صاحب تغيير صاحب تغيير ايجابي. مش كل واحد صاحب تغيير ايجابي صاحب بناء مجتمعي. افتكاز ماشي ازاي؟ فلذلك حينما يرى المجتمع منك او منك انك قادره على التصدي للمخاطر، يعني مثلا لما حصل الصوت القوي اللي كان كده في المدينه او في كان في صوت كده دبه، ها تعال هنا عشان تقول، انا هتكلم لوحدي، تعال قول الحديث. انا الحاجه اللي ما اعرفهاش يجي من هو اعلم مني فيقولها. بسم الله ما شاء الله، اتفضل. السلام
عليكم السلام. روي أنه حدث الجلبة في المدينة. أعلي صوتك بس عشان أنا مش سامعك. روي أنه حدث الجلبة في المدينة فقام الناس ينظرون فوجدوا أن النبي صلى الله عليه وسلم سبقهم إلى ذلك وهو عائد، يعني هم راجعين هو راجع. قال لن تراعوا لن تراعوا، يعني اطمئنوا اطمئنوا. يعني كان هو أسبق إليهم لكان يضع نفسه في موضع الخطر. أسبق إليهم ليه؟ لأن هو في الأمام، هو مثل نفسه لكي يدافع عنهم ويكتشف لهم اللي هو القدرات أو الطموحات إلى آخره، أو يدافع عنهم. جزاكم الله خير. طيب ده بالنسبة لمن ينصبهم كان يكونوا قادة. هل هؤلاء القادة لا يخطئون؟ وكيف نراجعهم؟ ولمن؟ وهل لهم السمع والطاعة الدائمة ولا لا؟ ما احنا قلنا قادة مجتمعيين وكلنا عايزين نقعد ايه؟ اقول لك صلى على النبي، كلنا عايزين نبقى وزير، وكلنا حلمنا في يوم من ايامنا نبقى رئيس الجمهورية السورية، رئيس الجمهورية المصرية، رئيس الجمهورية اليمنية، رئيس الجمهورية مش عارف ايه، الافلاطونية، الفرعونية الى اخره، صح؟ طيب ازاي بقى؟ يبقى هل احنا ما بنخطئش خالص؟ لا اريكم الا ما ارى ولا اهديكم الا سبيل الرشاد. ينفع؟ تفضل. لا يمكن ان لا يخطئ فرد انسان، نعم. وخير الخطاؤون التوابون طبعا، الذين يغيروا سياستهم تجاه الهدف والوصول اليه، وبنفس الوقت حمايه المجتمع من النتيجه. طيب يبقى ما فيش حد ما بيخطئش، ما في حد ما بيخطئش على الاطلاق. طيب لو احنا لو انا اخطات مثلا، انا اديكم مثلا دايما بشرحه لجميع الناس اللي انا بقعد معاهم عشان ما حدش يجي يقدمني زي ما الاخ رشدي قدمني كده، والاخوه في السودان قدموني تقديم انفخ من ده، يعني كنت اتنفخت خالص وكذا وكذا وكذا، وهم بيقدم فيا انا غيرت المحاضره اللي كنت هقولها وطلعت مما عملته من اخطاء في ال 25 سنه اللي فاتت او في 30 سنه اللي فاتت في حياتي عشان امسح كل اللي قاله. زي ما انت حضرتك ما فيش خاطئ، واحد ما بيخطئش. فمن الاخطاء اللي انا عملتها ان انا عملت محاضره قلت فيها سميتها اسم غريب شويه، هذه عوراتي، هذه عوراتي. واحد هذه العورات وانا مسؤول عن جمعيه ان انا كنت بصرف بايدي اليمين ها بدون حساب، ما كانش عندنا جهاز مالي قوي يراجعني، كان الناس بتخاف مني لان كنت ديكتاتور. كنت ايه؟ قولوا انا دكتور. ما ينفعش. فرحان انت يا دكتور؟ فرحان انت؟ انت سجن نجمه واحده وانت سبع نجوم وانا اللي حابني السجنين. انا دكتور. فكانوا بيخافوا يكلموني. فوصلنا لمرحله ان لقينا ما فيش فلوس ندفع بيها المرتبات في الحسابات. فقعدنا. مين المخطئ؟ انا. مش مهم اتكلم متى، لا يعني لو كان الامر بيدي انا كنت فصلت المدير اللي هو انا يعني. لكن قلنا قالوا يعالج الموضوع ازاي؟ بان الذين ضحوا من اجل انقاذ المؤسسه، ده الكلام ده من 25 26 سنه، مفيش خبره بقى. اصرف 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 زي ما كنت جدا من الجامعات تقعد تصرف وتنسى، او يخافوا يراجعوا المدير العام او رئيس مجلس اداره هجيب لكم فلوس هجيب لكم، وما يجيبش فلوس. ها ولا صعب تضحك انت يعني، اكيد الموضوع ده ماشي عندك. ها فجلسنا في اول من ضحى لتوفير هذا المال، عملنا استراتيجيه ان احنا نحافظ على وجود الايه المؤسسه الام اللي في المكتب الرئيسي، لانها لو اشترخت ضاعت المؤسسه كلها. دي استراتيجيه. اللي ضحى ورفض ياخد المرتبات لمده 6 اشهر وينفق على نفسه واطفاله وعياله من المدخرات بتاعتهم، كانوا اللي هم مدراء المكاتب الميدانيه اللي كانوا بيشعروا بحاجه الناس اكثر من باقيين، اللي في البانيا واللي في البوسنه واللي في السودان واللي في بنجلاديش. احنا عندنا ايه؟ عندنا فلوس، مش هنستغنى عن الاموال بتاعتنا لمده 6 اشهر. لكن مين اللي اخطا؟ انا. صح؟
فلابد أن أحاسب. وأوعى حد يجي ينفخه في مؤتمر يقول القائد اللي كذا واللي كذا واللي كذا واللي كذا واللي كذا، وكأن هذا القائد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا يخطئ على الإطلاق أبدا. لكن خير الخطاؤون التوابون الرجعون كذلك. طيب إزاي بقى نصوبهم؟ كيف نصوب هؤلاء القادة؟ ما احنا بقى شعب، او احنا جمعية، او احنا مؤسسة، او احنا مصنع، او احنا شركة، وشايفين رئيس مجلس ده بيعمل حاجات غلط، نعمل معاه ايه عشان نصوبه، او نعمل معاه ايه عشان نصوبها؟ اتفضل. اجهزة رقابية على عمل مؤسسات. ايوه هنا بقى البناء، هنا بقى نتكلم على بناء هيكلي مؤسسي، بناء هيكلي. احنا مش ما احنا مش في عصر من ألف سنة كان الناس على السليقة وبالفطرة وبالخبرة وبالعلاقات، لا خلاص أصبح فيه مؤسسة. زي ما أنا قلت لك ما كانش فيه عندنا جهاز مالي رقابي قوي سنة 95. أول شيء عملناه عيننا مجموعة من المراقبين والحاسبين اللي بدأوا يضبطوا كل شيء، فأصبح فيه قسم للحسابات وللمالية والمراجعة الداخلية والمراجعة الخارجية والتقييم، خمس أو ست إيه؟ إدارات مالية. جعلت المانح يعطي فلوس. يعني لما تيجوا تقولوا مثلا والله ليه الإغاثة بتاخد مثلا عشرات الملايين من الأمم المتحدة والدول الأوروبية والأمريكية؟ لأن الإدارة المالية بتاعتها قوية جدا 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 جدا. عارفين إن اليورو أو الدولار أو الجنيه الاسترليني أو الريال لما هيتخش مش هيخرج يسيب في ايه في جيوب بعض الناس او يسيب اخطاء لبعض الناس، صحيح هتصبح مؤسسه بيروقراطيه. يبقى ايه الهيكليه المؤسسيه الداخليه دي نمره واحد. نمره اتنين اي شيء تاني كيف نصوب القائد؟ لا لسه احنا ما خلصناش دي. هات اللي كيف نصوبهم هيكليه من الداخل؟ طب هيكليه ما بتنفذش، لان طمئن الموظف ان انت لو اتكلمت وانتقدتني مش هتنفصل. كتير جدا من الشباب يقولك انا يا عم خايف خليني امشي جنب الحيط، ها لان لو اتكلمت وبعت شكوى ممكن اتفنش ممكن اطير. صح ده عندنا كلنا، بيبقى الانسان خايف على رزقه ورزق عياله لان مفيش طمأنة على الاطلاق، لانه لو قال كلمة الحق مش هينفصل. يعني من الشخصيات العظيمة اللي أنا بحترمها جدا واللي بتتمثل فيها بعض هذه الأشياء اللي هي رئيسة ألمانيا أنجيلا ميركل، يعني طبقت كتير جدا من المعايير الإسلامية الداخلية والخارجية حتى في حياتها الشخصية، وهي لمدة 16 سنة أو 18 سنة تحكم أقوى دولة اقتصادية في العالم، وخرجت ودولتها قوية وتنازلت عن مركزها وهي لسه في الحكومه. على انت بكون رئيس الحزب في دور الصعود. ها وفي دور الصعود يعني ايه؟ مش معنى ان انا همشي يبقى انا فاشل، لا انا ناجح لكن همشي. ودي اصعب شيء عندنا، لا انا هنمشيه عشان هو فاشل، لا ممكن يكون انسان ناجح لكن قام بالدور بتاعه ينجح اللي بعده. فميركل في الحاجات الجميله اللي انا سمعت عنها او اللي سمعتها هي بتقولها ودي لنا كلنا خاصه الاخوات، يقولها انت ما عندكيش الا فستان وفستانين وبنطلون وبنطلونين تلبسيهم، تعرف رد عليهم ولا ايه؟ المراه التي غير مسلمه، وطبعا احنا شايفين احنا بعض النساء المسلمات بيلبسوا ايه يعني او غيرهم، قالت لهم انا لست بعارضه ازياء، انا رئيسه المانيا، انتوا مالكم انتوا؟ البس ما البسش، عنديش الا فستان واحد بنطلون واحد جاكيت واحد، يعني ده مش مشكلتكم، ده مشكلتكم مني انا الاداء، الاداء. وفعلا يعني اتمنى ان اخواتنا اللي انتم بتربوهم ان شاء الله واللي هتربوا ابنائنا ها واخواننا اللي انتم برضك بتربوهم يكونوا على هذا السلوك، وده سلوك اسلامي. عايشه في شقه وهي ايه يعني عندها خزائن المانيا، المخازن بتاعت البنك نوتس ما بتكفيهاش. قيل هذا عن اللي هو الطباعات بتاعت اليورو والحاجات دي اللي عاملينها واللي بتصرف على اوروبا، يعني
يعني ألمانيا هي اللي بتصرف تقريبا على أوروبا وعلى دخول كل الدول الفقيرة دي كلها في أوروبا مرة أخرى. بس دي من الشخصيات القادة وزي نحسبهم هياكل وطمأنة وتخلي الشاب وهو صغير يعني مثلا تعال انت يا شاب انت ايوه انت ايوه انت ابو شنب ودقن ده ايوه حبيبي قوم انت تعال في حد ده وفين ابنك اللي كان اللي انا كنت بمأمأ له الصبحيه ده كنت انا بمأمأ الواحد مشي تعال يا سلطان ايوه انت تعال يا سلطان تعال يا سلطان تعال انت اقف جنبي كده تعال جنبي كده بس انت اطول مني اقصر شويه يا سلطان عندك كم سنه يا سلطان 11 وانا عندي 12 الله يخليك يا عمري انا يعني لا ولادي ما انت ابني انا خلي سلطان لما يخش كمتطوع صغير ان اللي بدا اول تبرع في الاغاثه الاسلاميه من 38 سنه كان طفل عنده 9 سنوات هو استاذ في الجامعه دلوقتي دفع لنا 20 قرش يعني 2 ليره او 3 ليره وخلي شاب زي اسمك ايه حماده ها لما هو جاي في اول وظيفه ما يخافش بالعكس هو لو خاف من اول يوم عمره ما هيبدا عمره ما هيقول رأيه عمره ما هيقدم حل من الحلول هيفضل طول عمره إمعة قاعد على المكتب كده ما يعملش حاجة لأنه خايف على نفسه ونخلي سلطان يتعلم اللي هم زي ما رئيس وزراء سنغافورة في 65 قبل ما تنفصل سنغافورة أو في حاجة 50 قبل تنفصل سنغافورة عن ماليزيا اعتبروا في النظام التعليمي أن كل طفل زي سلطان يولد موهوبا تخيلوا بقى فبيتعاملوا مع كل الاطفال على انهم موهوبين فلذلك نمت بعد ما استقلت سنغافوره عن ماليزيا اصبح النظام التعليم بتاعهم من اقوى الانظمه هناك اقوى حتى من ماليزيا فاستطاعت دوله صغيره جدا يكون اقتصادها متقدم على ماليزيا بانهم اعتمدوا على الطاقات البشريه واعتبروا ان كل مواطن خاصه من اول الطفوله انه موهوب فلابد انهم يفجروا طاقات سلطان وتفجروا طاقات محمد من سن الطفوله شكرا يا استاذ سلطان سعيد ناخد صوره معك اخد صوره معك بص كده للكاميرا صوره مع سلطان يا صورة مع سلطان امسك ده في ايدك قول لهم السلام عليكم سلم عليهم بقى السلام عليكم رد على السلام شكرا جزاكم الله خير يبقى ان انا اطمئن الموظف اطمئن المواطن اخلي المواطن عنده حب الانتماء لوطنه مش يقول لك يعني مثلا في هجرة عكسية زي اللي احنا بنشوفها كتير جدا من الدول العربية الشريحة حد عايز يتكلم اللي بعد كده طيب دي اسئله ليكم انتم 1 2 3 4 7 هل القائد اللي عندنا في سوريا او في اللاذقيه او في حمص او في حماه او في دير الزور لازم ينتمي لعائله واحده؟ لازم ينتمي لدين واحد؟ لازم ينتمي لثقافه واحده؟ لازم ينتمي لحزب سياسي واحد لازم ينتمي لمجتمع واحد فكر واحد جماعة دينية واحدة الأسئلة دي نحطها على الطاولة لأن أغلب مجتمعاتنا حاليا مع الثورة بتاعت المعلوماتية بتاعت السوشيال ميديا التواصل الاجتماعي خلت المجتمعات ثقافتها تختلف بعضها أديان مختلفة ثقافات مختلفة قيم مختلفة إلى آخره فالأسئلة دي في العمل المجتمعي أيها القائد جميعا إنسان لازم يحطها على الطاولة وكأن احنا بنعمل خريطة طريق لينا كلنا حط كل هذه النقاط عشان لما نمشي على هدي وهدى قد يكون أنسب واحد للقيادة
مش من حزبي. ليه انا اصوت لحزبي ما صوتش لهذا الرجل او هذه المرأة من حزب اخر؟ او مش من جماعة الدينية وانا عارف ان هو او هي اكثر من المسؤولين عندي كفاءة. فهل انا ببص الى ان يتملك الحزب بتاعي انا او جماعة الدينية السلطة ها وتفشل فيما بعد، ام ان الذي يتمثل هذا المركز يكون من يستطيع ان يقود هذه المجتمعات؟ فالاسئله دي بنسالها، لان احنا هنسال عن الصوت اللي احنا بنحطه للتك اللي هنعملها دي كلها، لان العمليه امام ربنا ما هياش حزبيه، ما هياش عصبيه، هي زي ما طلع سيدنا عمر او ابو بكر لما قال الكلمه المشهوره بتاعته لما طلع ايه وقال اطيعوني ما اطاع الله، فاكر؟ اي حد فيكم يجي بس، اصل انا يعني ساعتها انا خريج الازهر بس مش ازهري. تعال يا اخويا، تعال يا دكتور. ما انا طول عمري دكتور، بس ده انت قابلتني بعد ما اتحسنت. انا كنت وحش قوي في التسعينات، كانوا بيخافوا مني. كلم الناس. وليت عليكم ولست بخيركم. كمل. لو سنقاومكم سنقاومك بسيوفنا. في القول ده من عمر ولا بكر؟ اطيعوني ما اطاعت الله فيكم. وسيدنا عمر قال المقوله، سيدنا ابو بكر قال القوي فيكم، القوي عندي ضعيف، هو الضعيف فيكم اذا كان الحق له، والضعيف عندي هو القوي فيكم اذا كان الحق عليه، او بمعناه هذه علاقه سيدنا ابو بكر في خطبه ولايته. والتقويم بالسيف، سيدنا عمر ينسب له انه قال عن يعني طلب النصح او نحو ذلك، فقام رجل من الرعيه فقال لو وجدنا فيك اعوجاجا لقومناك بسيوفنا، لكن الروايه لا تصح سيدنا، لكن المعنى صحيح ان شاء الله، والله اعلم. كلم الناس، انت دلوقتي انت بتكلمهم، ما تديهمش روايه خطا. لو وجدنا فيك عوجاجا لطورناك بسيوفنا، ضعفوها لانها خارج اطار التخاطب بين الصحابه، لم يكونوا يتخاطبون بهذه اللغه، لذلك ضعفها العلماء، لكن ربما هي مبنيه بالمعنى، مرويه بالمعنى. والله لقومناك. نعم، باي طريقه لقومناك. شكرا شكرا شكرا. فده بالنسبه للسبع نقاط دي، ها نسأل نفسنا قبل ما نكون عندنا في شركة أو في مصنع أو في حزب سياسي أو في بلدية من البلديات أو في على مستوى الوطن، هل الشخص ده هو الأكفأ أو هل المرأة دي هي الأكثر كفاءة، ولا أنا بس عشان هي قريبتي وحبيبتي وأختي وجارتي ها أبقى بصوت لها؟ دي مهمة جدا، لأن دي هتكون شهادة لك او عليك امام الله سبحانه وتعالى. وبعد كده دي مهمه جدا، هل القياده فرديه او جماعيه؟ اتفضل تعال هنا بقى، انت بتتكلم من بعيد، خلي الجمهور يشوفك. تعال تعال، لا تعال هنا عشان الجمهور يشوفك وعشان رشدي يشوفك كمان. رشدي زعلان قوي، قاعد بيقول كل الدور دي طالعه. يلا يا كشاف، انت سكت يا كشاف، تعال هنا جنب الناحيه الثانيه كده عشان انت قصير شويه. قيادة فردية أم جماعية؟ قيادة جماعية. ليه؟ لماذا؟ لإدارة المؤسسة. لإدارة، يعني حتى لو كنت أنا، ودي مشكلة كبيرة جدا يا شباب ويا أخوات، إن المؤسس ده وكأنه لا يخطئ، وكأنها يبقى في الجمعية أبد الدهر، أو كأنها تبقى في الجمعية أنت بتتحكي، يبقى أكيد في مشكلة عندك، إنك شايفة شو صورة قدامك وإيه ها عايز تقول حاجة؟ شورى. اما المؤسس، انا مثلا كنت مؤسس، لما جيت امشي في عام 2008 بعد 24 سنة مش مهم، والجمعيه ناجحه. خليك بس عشان الكاميرات، الميكروفون عشان الكاميرات، عشان الصوت كمان. طيب خلاص، عشان ايه؟ ازاي تمشي؟ ما هي ناجحه، ما تمشيش خلاص، دول انتهى. يعني في مؤسس زي حالاتي انا، اعرف الاقي الارض البور واصلحها، خرابه وانضفها، اساس وابنيه، بعد كده هو بقى
باقي البناء انا ما اعرفش اكمله. فبالتالي بعد ما تبني الهيكليه بتاعت المؤسسه من تحت سيبها لحد تاني يكمل. وروح ابني مؤسسه تانية وثالثه ورابعه وخمسه وعشره. وبعض الناس يقول لك المؤسس ده مشي اكيد طردوه. اكيد اختلس، والكلام ده طلع عليا انا شخصيا. علي انا شخصيا اقول لكم دي حقيقه. اكيد عمل حاجه مش كويس، اكيد تحرش بامراه او بفتاه. ما فيش حد ابدا يتخيله في المثقفه بتاعتنا العربيه ان حد بيمشي من غير سبب. لو انا بقول لك لابد من تصحيح هذه الاخطاء المتواجده بالمؤسسات وتغيير الصوره النمطيه لدى المجتمع وعكسها ايجابيا تجاه المؤسسه وتجاه المشروع. ده بيجي من الشخص نفسه المؤسس. احنا يعني عندنا ثقافه المؤسس يا شباب ان هؤلاء هم ايه البدريون، مش كده برضك القول ده؟ بيقول لك لا لا لا، الحاج فلان والحاج فلان والاخت فلان دول لازم يقعدوا. ممكن يقعدوا مستشارين، اعمل مجلس شورى عشان استفيد بخبراتهم. لكن الامور التنفيذيه وانا عندي 70 سنه، يعني الشيء انا كنت بعمله وعندي 40 سنه و50 سنه ما اقدرش اعمله وانا عندي 70 سنه. خلاص الذهن، الصبر، الفكر، التحمل في السبعين والثمانين خلاص. انا ممكن ايه تستشرني في امر معين اقول لك اه اشير عليك فيه. التجارب التي تمتلكها تختلف عن التجارب الشبابيه، وفي نفس الوقت انخل التجارب دي. يعني مثلا انا جاي هنا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ليه، وجاي معايا ساره وهناء ليه؟ لان انا بعمل تجربه جديده. سامعين يا شباب في الاخر ان احنا نقول ايه، مش كان احنا عندنا دورات زمان اسمها نقل خبرات يا رشدي، ورش تبادل خبرات. يمكن عملنا 15 20 ورشه مع الجمعيات، مع اتحاد منظمات المجتمع المدني، مع اللي كان في اسطنبول، مع خضر السطري وغيره الى اخره الى اخره. فهنا بقى نوع ثاني لابد نستثمر في الشباب الصغير السن، علشان خلاص انا عندي دلوقتي في الشباب بعد شهرين تقريبا وعندي 71 سنه هقدم ايه اكتر من كده؟ ها خلاص. انا لما كنت بطير في الطيارات وانزل واطلع وانزل واطلع وانزل، غير دلوقتي لما انا بطلع السلالم بالعافيه. فلابد انك تقدر قدراتك وتعرفها لكي لا يحجب الزمن عنك تاريخك. فما تيجي ساره او تيجي قمر او تيجي اسماء او تيجي هناء او يجي فين الاخ محمد اللي كان معايا، او عمر اللي واقف بره بيصورني، او الاخ انت اسمك ايه؟ انت ياما يمان، انت مين يمن؟ انت يمن وانا سوريا. يمان وليس يمن. يمان يمان لازم يجوا معانا، لازم. وانا بقول لازم بشده. واثم القائد الذي لا يجعل له ذلا من الجيل الذي بعده. تجديد الدماء دائما مطلوب، لابد نقوم به. معنا التواصل بين يعني المجموعات سواء كانت داخل مؤسسة او حتى الاجيال المجموعات المتعاقبه. كلم الناس ما تكلمنيش انا. التواصل بين المجتمعات بشكل عام او حتى المؤسسات من جيل الى جيل لايصال الفكره وايصال التجارب بشكل مستمر وادارتها من قبل المستشارين. انا لا مش مستشار، انا كلفتك بالاستشاره. طيب جزاكم الله خير، ربنا يكرمك. فده بالنسبه للنقطه الفردية أم جماعية. ومن أول يوم الرسول صلى الله عليه وسلم الذي أسس لفكرة التوحيد في العالم كله أشيروا علي أيها القوم، كان دي القاعدة بتاعته. هل القائد ذكر فقط أم امرأة؟ تفضل يا كشافة، تعال جنبي هنا بقى عشان الناس عايزة تتفرج على اللبس الكشفي بتاعك، وانت من القادة الكشفيين عشان نفرح الكشافة الدولية. السلام عليكم. والكشافة سلم على الناس كلها. السلام عليكم ورحمه الله. عليكم السلام ورحمه. تفضل مصطفى. الله يجزيكم الخير جميعا. طبعا في مفاصل بالاعمال لن ينجح فيها الذكر كما تنجح فيها الانثى، وايضا العكس صحيح، هناك مفاصل لن تنجح فيها الانثى كما ينجح فيها الذكر، ولكن حتى الذكر القائد الذكر هو تربيه ام انثى. جزاكم الله خير. وإياكم. اوغستا. ايوه اياك. شيك قوي دي البتاعه دي. تمام. هاي التحية الكشفية. انا كنت كشافة جوية ما شاء الله. وانا عندي كم سنة كنت انا؟ لا ما كده، لا كده. طيب جزاكم الله خير.
كان عندي 9 سنين أو 10 سنين تقريبا في القاهرة. أنا طبعا والدتي علمتني كذا حاجة.